صار وقت ندوب. الله، بعدين بسخاء احنا بنحط. كيف؟ على ذوقك ناخذ فاين. 10 من 10؟ صحتين. طالع وجهي كله شوي. لا لا، صحتين. لا خلص معك. يلا هاي هاي فاين از بس عادي. شو بعد حتصوروا؟ خلصت التجربة خلاص، باي. أحلى تجربة. تفضلوا، نورتوا فلافل القدس، واهلا فيكم. شكرا كثير، كلك طال عمركم. الله معكم ان شاء الله. باي باي، مع السلامه، طال عمركم. وهلا يا ليلى بدي اخذك عشان تعيشي التجربه كامله، فول اكسبيرينس. السندويشه بتتاخذ وبتتاكل بمكان معين بشارع الرينبو. في مطرح معين بتقعدوا فيه؟ طبعا، هلا بتشوفي كله سياح، كله اجانب، كل حدا بيجي. اسمه المطل. أصلاً أنا وماشية بالشارع شفت كتير أجانب. يس، هذا يعني هاي المنطقة شارع الرينبو، أي حدا بيجي وبحب يشوف الأردن والبلد القديمة لازم يجي على شارع الرينبو. حبيت. هلأ رح ناخد السندويشات ونروحنا كلهم عند العلم الأردني عند المطل. هذا أعلى علم ودخل موسوعة جينيس. واو، يعني فيو حلو، رح تشوفي البلد القديمة كلها والبيوت. حمستيني. يلا. شوفي ما احلاه. واو واو، قد ايه حلو الفيو، قد ايه اللاندسكيب حلو. اوكي اتس سمبل. ما هو لانه سمبل شوي لكن البيوت هاي البلد القديمه.